كلمتها كاملة. حنان ترك أحسن واحدة. حنان ترك فظيعة بس مش أنا بالنسبة لي منى زكي فنانة متكاملة، فنانة بمعنى كلمة. شكل لا 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 شكل وتمثيل وتمثيل غريب وثقافة وفوق ده كمان أناقة. صح مين منى زكي؟ منى زكي منى شلبي شو؟ منى شلبي شو؟ لا منى شلبي تمثيلها كويس بس انا بتكلم كفنانه متكامله. انا نحكي على الادوار اللي تعملها منى زكي. انا ممكن اشوف منى زكي في يوم من الايام، انا بشوف منى زكي في يوم من الايام ممكن مثلا تمثل في هوليوود. ممكن. منى شلبي لا. صح. هند صبري ايه؟ لانه هند صبري اصلا في شيء معين، في شيء معين. هند صبري ممكن. صح. صبري مثقفة 100% في في شكل يعني شو اسمها هاي هند صبري بحياتي ما شفتها حاطه مكياج بتجنن هند صبري بتجنن واخلاقها رحمه بصراحه شوف ادوار منى شلبي صراحه شوف ادوار منى زكي اسمع ما تاخذي على الممثل على ادواره لا بتعرف تختار ادوارها كلاس تختار ادوار كلاس مش هي تختار كشخصيتها عملت كل ادوار هند صبري عملت كل ادوار بس بيليق عليها كلاس انا بشوفها كلاس شكون يعني لبسه شكله في ممثل سوري انا بيعجبني كثير بحسه زقرت هيك زلمه باسل خياط في كمان حسن تميم اسمع انا بحب هذا اللي بيطلع مع باب الحارة اللي يطلع الولد اللي عصبي معتز ايوه بس سعد رحبه ما اتكلم برضه ما اتكلم انت بقى اللي يتكلم عليه مش عارفين طب ممكن جد يا ممكن جدول وحش ومهما مثلا يكون مسلسل وحش ومهما اي حاجه بقعد بكون مستمتع بيه احمد السقا احمد السقا بجد عليه كاريزما وكريم عبد العزيز الاثنين كريم عبد العزيز كريم بس كريم عبد العزيز الكينج انا احب كل شيء اسمه احمد عز احمد زكي واحمد في احمد اقول لك شفت اللي مثل مع يسرى ممثل قديم بالورد الحمراء احمد زكي مش احمد زكي والله حمراء عرفته اللي مثل مع فاتن حمراء عرفته احبه كنت رأينا نموت عليه كبير هو احمد استنى هو لهلا عايش كمان انا احمد عز أموت عليه يعني إنها في مسلسل أو فيلم تمثيله حلو لازم أشوف الفيلم أحمد رمزي أموت عليه طب مين الفظيع كثير؟ كثير كثير أكيد سيدهم أحمد حلمي أحمد حلمي أنا بقدرش أشوفه ما ضحكش ما بقدر مستحيل أنت شفت أنتم شفتوا البرنامج اللي عملوه على الصغار تبع الصغار قديم تبع من سربح البونبون صح؟ كنت حبسة نفسها بالغرفة من وراء أحمد زكي بيه أختي ثلاث أيام حبسة نفسها بالغرفة علي أحمد زكي عزيزتي أحمد زكي أنا نسيت عليه أحمد زكي ما ظنش في حد في العالم العربي ما سألش أوكي خلاص شكون شاف فيكم احمد محمد رجب اللي بيحب محمد رجب مين محمد رجب لا بتقولي ما بتعرفي محمد رجب دستة أشرار هذا الفيلم مين بيحبه مين دستة أشرار توم دستة أشرار كان لما يجي الفيلم يرن علي افتح لا مش عارف افتح شو دستة أشرار ما بتعرفي معقول؟ في نيكول سابا و شو بيكون اسمه هو؟ بتعرفش محمد رجب مايو بيكون اسمه مايو بالفيلم مايو مشان هيك كيف خنتي هذيك عليه مايو تمثيله حلو بس مين هو؟ اللي معاه اسمه خالد ايه؟ اللي معاه كثير حلو يمثل معاه اسمه خالد ايه؟ ما بعرفه خالد الصاوي ده ممثل بقول لك ما بعرفه مستحيل ما بتعرفيه بتعرفي فيلم باشا تلميذ؟
ايه تبع مين؟ كريم عبد العزيز. اللي معه بكون اسمه طارق. ما شايفت الفيلم اصلا انا يعني مال الباشا تلميذ، بس شايفه الدعايات. تراني ما تابع افلام هوايه، لا تسالوني افلام عربيه ما تابع كثير. انت تعرف بنت ثقافتها ايطاليه فهي ما لا حياتي انا اشوف افلام رعب وافلام عربيه، اتفرج افلام كوميديه فقط، اما افلام قصه مثلا. طب احمد سعد ولا محمد سعد سوري اموت عليه، هذا غير هذا. انا ما انا فما فيلم قعدت اللمبي معناتها اللي هو اللي بلي بلي بيحكوا بيحكوا مريضه. أيوة. كل ما نشوفه نضحك. شنو الفيلم؟ بيقولوا شفت التايتانيك؟ والله ما شفته. والله والله ما شفته. محمد هنيدي يعجبني. هو مال التليفون قلب قلب قاله في الاخر. انا عندي في اخر بوشكش بوشكش في لقطه بالفيلم انا بالقاع بالسينما في جملة لما بيروح للخيمة يريد ياخذ لاعب. ايوه صح اللي هو زعما خليجي ويدفع اكثر واحد. ماما كان السعر تبع الجو يجيبه يجيبه. فيلم بوشكش ما شفتوش. ايوه حاضر هذا لا هيدا كركر 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 ايه هاي كركر. انا لما كان بينظف الحمامات ايه اللمبي كان بينظف الحمامات بيقول مش عارف اقول ينفع ولا هو دي كات بيقول ايه ده الريحه فظيعه دي الناس دي بتاكل ايه بيبي انا كده وانت هروح اداك. لا بس هو اصلا انا بالنسبه لي اكتر شخصيه عجبتني كانت شخصيه اللمبي. شخصية هو اخذها هو اخذها في اللي بالي بالك كمان. لا اللمبي هو اللي عم بيحكي عليه تبعت الحمام هاي اللي بالي بالك دي بالي بالك صح؟ ما ضحكنيش. انا اكثر فيلم ضحكني في حياتي انا هو فيلم ظرف طارق. لا اكثر فيلم قد ما نتفرج عليه بنقعد نعاود فيه نوري بلو لما بيقول له ابيض واسود. استنى احمد ادم ولا محمد ادم شو اسمه هذا؟ بتاع القرموطي. القرموطي 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 لما بيقول له صدقنا ما بيجيب لعبه لا قصي. لا لا ماشي. لا بس انا بالنسبه لي اتكلم مسرحيات اقسم بالله كل يوم بحضرها. لا مسرحيات انا بالنسبه لي ريا وسكينه وتخاريف وجو. تخاريف ابوي وامي بيحكوا لي راح احضروها على حلو. تخيلوا ما بقدرش بضحك ضحك مش 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 على الستيج يا عبيطه. دي في دي انا اقوى مسرحيه اقوى فيلم يضحكني هو التونسي فردة والقاتل. فردة والقاتل وحزمني اياه. ايه حزمني اياه تبعت حسن حسني. انا بصراحه جرب نار الغيره قولي. لا لا نحكيك على فردة والقاتل اخت هنا شريف منير لما قطعت حضرت عفروتو عفروتو تبعت محمد مسرحيه عفروته ما تعجبنيش. لا حلوه. انا مش حلوه لان احسن مسرحيه هو الهدف من من المسرحيه حلو مدرسه المشاغبين بس ما عرفوش كيف مدرسه المشاغبين كل عيد يحطوا محمد هنيدي حزني لما كان طالع عامل شعره ماسك شعره صوت ماسك بيه كده وشريف منير برضه لما طلع معاه احكي لك شغله حضرت المسرحيه مره لما كان بيعمل كده يلف يلف يلا يلا برومي طلعت بترول بعد شوي حضرت هاي المسرحيه ست سبع مرات بس ما فهمتش شو دور محمد هنيدي فيها شو بكون عفريت كيف بضل لا مش عفريت ما بكون بعفرته بكون عفريت هون لا انت على شو تحكي حزمني اياه كيف بضل يطلع من البيت ومش عارف شو بكون دوره ايش ما هو قريبهم باين كنجرهم ولا حاجه كده ايوه كنجرهم باين لا جرم ولا اخوهم والله فاكر كان فرد بالعصابه اللي فجروا لهم بيتهم شيء زي هيك